إننا نعيش في عالم كبير للغاية، ونحن جميعاً مختلفون، شعوب مختلفة، فرص مختلفة، أنماط حياة مختلفة. البعض يكسب جيداً والبعض لا يفعلون للأسف. البعض يمكنهم الدراسة والعمل، والبعض لن تتاح لهم الفرصة أبداً. البعض يعيشون في سلام وسعة حال، والبعض الآخر يعاني. وهنا في السلطنة نقوم ببناء مجتمع مسؤول، حيث يعتبر التبرع وتقديم الدعم نشاط كريم ونبيل. وقد وجدنا الطريقة الأكثر فعالية للقيام بهذا، فلن يكون عليك الوقوف في طوابير طويلة بعد الآن. منذ عامين بدأنا بوابة التبرعات للجمعيات الخيرية، وقد تصفحها حتى الآن حوالي 30,000 شخص. وتقدم بوابة التبرعات مجموعة كبيرة من التبرعات لأناس مختلفين يعيشون أنماط حياة مختلفة من خلال منظمات مختلفة. والتبرع سهل للغاية، يتم بمجرد نغرة على نوع التبرع المرغوب، ومن خلال نظام الدفع الإلكتروني يتميز هذا الأمر بالأمان والسرعة. تتوفر مجموعة من أنواع التبرعات الحديثة المتنوعة والمتزايدة باستمرار بمجرد نقرة. من قاموا بإنشاء هذه البوابة ملتزمون بتحسين جودة الحياة عندما نحتاج لهذا. لقد استخدم البوابة أكثر من 4877 متبرع، وجمعنا أكثر من 105,406 ريالات عمانية، وقد زادت نسبة تصفح موقعنا 450% منذ 2009. كما نقدم تقريراً فورياً ومحدثاً باستمرار حول استخدام كافة التبرعات. تعتبر بوابة التبرعات هي الطريقة الأقل تكلفة لإدارة أمر التبرعات الخيرية لكل من المتبرعين والمستفيدين. لا حاجة لمكاتب بعيدة أو تكاليف مواصلات، ولا توجد مشاكل في اللغة مع خدماتنا ثنائية اللغة. وما يدعم كافة الخدمات دليل الاستخدام وخاصية استقبال الشكاوى والاقتراحات وأرقام وعناوين الاستفسار. فليس غريباً أن تحوز بوابة التبرعات على جائزة WSA للمحتوى الإلكتروني العربي. بوابة التبرعات لسلطنة عمان، الخير في متناول يديك.